بونجور، نحن اليوم معكم من مدينة جبال، وهلأ رح نعمل برمي بالسوق لنسأل العالم قديه ممكن يحطولي عمر، لأن أنا عاملة كتير عمليات تجميل وعمري الحقيقي 41 سنة وثلاثة شهور وست أيام، فتعوا معي. كيفك؟ سبا قديه ممكن تحطولي عمر؟ صار عندك دفتر سواقة أو بعد؟ بونجور، قديه بتحطولي عمر؟ 30 لتشوف عمليات التجميل قدامهم مين. انا اكبر بكثير من 30. ثانك يو مسيو. بونجور. كيفك؟ منيحه. يعطيك العافيه. قد ايه ممكن تحطي لعمر انت؟ 28 سنه. لا تعرفي مدام انه عمليات التجميل كثير مهمه. انا عمري 41 سنه و3 شهور و6 ايام. بدي اسالك قد ايه ممكن تحطي لعمر؟ لك انت؟ 30. 27 25 تقريبا. 45 46. بونجور مدام، كيفك؟ سافا؟ بدي اسالك سؤال، قد ايه ممكن تحطي لعمر؟ 28. انا عمري 41 سنه و3 شهور و6 ايام. كيفك مسيو؟ خلينا نساله هون. بونجور، كيفك عم؟ بونجور يا بنتي. بونجور. بدي اسالك سؤال، قد ايه بتحطي لعمر؟ والله يا بنتي انا صار عمري فوق 80 سنه وشح نظري، ما بقدر اطلع بوجهك واعطيك العمر المزبوط. اوكي، ثانك يو كثير. لا لحظه 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 شوي لحظه شوي. تفضل. انا بزماني كنت ممرض، فبقدر من خلال التحسس تبع المناطق الحساسه اني اقول لك قديش عمري. طيب انه شح يطلع منه عمره 80 سنه بعد الكاميرا هيك لنشوف، بس على السريع لما حدا ينتبه. ايه قبل ما حدا يشوفنا. ايه خلص وقف. شو بيك؟ صور عم. قدي بتحط لي عمر؟ عمرك يا بنتي 41 سنة وثلاث شهور وست أيام. اف، ما عم صدق. كيف عرفت عمري هالقد بهالدقة؟ أنا إذا خبرتك الحقيقة يا بنتي ما بتزعلي؟ لا قلي يا عم، ما بزعل. ليك يا أختي، أنا من الأخير أنا ممثل بفريق اسمه كتير سلبي وماشي وراكي، صار لي من أول السوق لهون وأنت عم تقولي له من عمرك الحقيقي، فعرفته. كان ناطر لحتى يعيطولي على التصوير، عرفتي شو؟ هذا بس ميك اب. يا سلطان يا خي، وينك يا زلمة؟ عم دور عليك. ماشي، دخل دور الختيار. يلا يا المخرج موجود، ما تنسينا على الباقي شيء. بس ايه مخرج.